يسعد صباحكم، معاكم كوتش خالد وكوتش أمل من هايف جيم. اليوم حلقتنا راح تكون عبارة عن تمارين الفول بودي باستخدام الباربل. الباربل حيكون وزنه فاضي 2-3 كيلو بس، وانت بتقدر تزيد الوزن او تحط اوزان عليه حسب قدرتك وحسب الاكسرسايز اللي بدك اياه في الليفل فيه. اوكي، طبعا قبل اي اكسرسايز لازم نبلش وورم اب. جاهز كوتش؟ يلا ريدي، حنبلش بالابر بودي بالوورم اب، بعدين ننتقل للور بودي. يلا نعمل روتيشن للشولدر للامام. 1 2 3 4 5 6، بس 10 تكرارات رح نعمل، بعديها بنعمل سويتش للخلف على اساس نهيئ الشولدر. تمام، يلا 2 مور لاست 1، نعمل سويتش للخلف. يلا جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، عملنا ورم اب للشولدر، ننتقل للجزء السفلي من الجسم على اساس نبدا الاكسرسايز. ريدي؟ يلا حنعمل سكوات مع بعض. يلا جو 1 2 3. طبعا خلال الورم اب ضروري نتنفس كويس ونخلي البطن والظهر مشدودين. يلا 2 مور لاست 1. اوكي، هسه قادرين نبلش الاكسرسايز مع بعض. حنبدا باول اكسرسايز، ناخذ الباربل حنلعب الباربل، حنكون خليه امام الجسم هون، نعمل فيه سكوات. حيكون تماريننا كلها لليوم مركبه. اوكي، يلا نبدا سكوات مع شولدر بريس. يلا ريدي 1 2 3 جو 1 2 3 4 5. طبعا ضروري ظهرك يكون مشدود والنفس واحنا طالعين، نعمل زفير واحنا نازلين ناخذ شيء. يلا 2 مور. اوكي، طبعا انتم بتقدروا تلعبوهم اكثر من ست، احنا حنلعبهم ست واحد هسه وننتقل للاكسرسايز اللي بعد. حنلعبه برضه لللور بادي كامل. حنلعب ديد ليفت مع باربل رو. ريدي؟ يلا اجي ننزل ديد ليفت مع بعض، نعمل رو، ننزل نطلع ديد ليفت. اوكي يلا اجين 1 2 3 1 برافو 2 3 4 5 6. ضروري نفس كويس خلال التمرين يكون. اوكي يلا كمل 2 مور. يلا لاست 1 جود. اوكي، طبعا خلال الاكسرسايز انت لازم تاخذ ريست بين كل تمرين وتمرين. تمام، يكون الريست 10 ثواني 20 ثانيه على اساس نقدر نكمل الاكسرسايز. اوكي، ننتقل للاكسرسايز رقم 3، حنلعبه للارمز بايسبس. اوكي، نمسك الباربل مستوى ساعد كتفين والظهر مشدود والكتفين للخلف، ونطلع اب 1 2 3 4 5. اهم شيء الظهر يكون مستقيم، ما بدنا مرجحه خلال التمرين على اساس نحصل اكبر تفعيل عضلي ونحمي حالنا من الاصابات. يلا 2 مور لاست 1. اوكي تمام، عملنا هيك للابر بودي واللور بودي. هسه رح ننتقل لاخر اكسرسايز معنا، حنشغل فيه عضلات الكور وعضلات التشست. رح ننتقل فيه على الارض برضه باستخدام الباربل. ننزل على الارض مع بعض، كون ظهرك على الارض باستقامه ومسكه البار حتكون مع مستوى الكتفين والظهر ثابت على الارض. تمام، رح ننزل هون نعمل بريس للتشست 1، بنزل كمان مره نعمل بريس مع كرانش للكور. اوكي يلا 1 2. يلا نطلع فوق 3، نطلع كمان مرة 4، يلا نطلع فوق 5. طبعا النفس كثير مهم خلال التمرين، نطلع جود. طبعا وانت طالع مو ضروري نطلع طلعة فول، نعمل كرنش بس خفيف ننزل. يلا 2 مور لاست 1. اوكي، بنكون خلصنا الاكسرسايز كامل للفول بودي هيك. تمام، طبعا نهايه كل اكسرسايز لازم تعمل ستريتش، وقبل كل اكسرسايز لازم نعمل ورم اب. تمام، نبدا حاليا بالستريتش للشولدر والليجز. نبدا مع بعض بالشولدر اليمين
خمس ثواني كافية لكل إيد. 1 2 3 4 5 نعمل سويتش. 1 2 3 4 5 أوكي ننزل العضلات الهامسترينج، نلمس كعب القدمين بشكل خفيف. 1 2 3 4 5 نوسع فتحة قدمينا شوي، ننزل. 1 2 3 4 5 أوكي نعمل للكوادرسيبس، خلي إيدنا للقدام أو للجنب عشان نعطي بالانس، نمسك مشط القدم ونخلي إيدنا للأمام. 1 2 3 4 5 أوكي نعمل سويتش. 1 2 3 4 5 تمام، هيك بنكون خلصنا الاكسرسايز تاعنا اليوم، بلشنا فيه بورم اب، نهيناه بستريتشنج، وخلصنا كل الاكسرسايز تاعنا، ونرجع لفقراتنا دنيا يا دنيا.